فيصل سعيد صالح الرواحي، أداوم في الشركة العمانية للنقل البحري، مبتعث من سنة 2003، وحاليا أشتغل على متن سفن برتبة نائب القبطان as a chief officer. طبيعة العمل في السفينة نشتغل نداوم فيها على الأقل 3 أشهر، طبعا خلال 3 أشهر كلها نكون في البحر، نطلع من ميناء لميناء نحمل حمولات من عمان ونروح لبلدان خارجية. من التحديات اللي كثير واجهتني أن بداية عملي كان ما في عمانيين، فكانت صعوبة أنه كيف تتأقلم مع الجو اللي أنت فيه. فخور أني بديت بدايتي كانت كطالب عادي، بديت من الصفر، والحمد لله أنه معنا طاقم جيد في الشركة العمانية للنقل البحري، كثير دعموني، كثير أعطوني النصائح. نصيحتي لكل شاب وشابة يقبل على الشغل البحري، طبعا يتوقع انه حاجة ما راح يكون سهل، حاجة طبيعية انه تحصل تحديات كثيرة، وشيء مثل هذا لا يكون عائق على انه لا يستمر. الشركة العمانية للنقل البحري هيئت الجو المناسب لتوفير السلامة، وهيئت أنظمة وقوانين بموجبها انه ونرجع لأهالينا سالمين. أسياد ساهمت في فتح آفاق واعدة في تطوير مجال البحري واللوجستي، وأسعى كوني جزء منها أن أثبت أن العمانيون هم أسياد البحار.